9 جولات منها 5 مباريات داخل الديار، آخرها كان أمام أمل بوسعادة، ودائما الحراش لم يدق طعم الفوز. غضب كبير لأنصار الصفراء الذين لم يفهموا ما يحدث لفريقهم، خاصة على أرضية أول نوفمبر بالمحمدية، والذي لم يعد يرهب ضيوف الكواسر. رغم محاولات لامالي لمباغتة الأمل مبكرا، غير أن نقص التركيز في اللمسة الأخيرة حال دون فتح باب التسجيل، فيما اكتفى زملاء تشيكو بالاعتماد على الكرات القصيرة لامتصاص مد الحراش، خطة نجحت بنسبة كبيرة في المرحلة الأولى التي شهدت طرد القرنازي من الحكم عاشوري بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الأخيرة. الشوط الثاني كان أكثر إثارة، وتألق فيه حارس بوسعادة متحزم الذي تحزم جيدا لهذا اللقاء ورد عدة كرات ساخنة. الفرص الضائعة زادت الضغط على المدرب العوفي الذي يبدو أنه لن يعود للبيت الحراش مرة أخرى، بعدما لم يتمكن فريقه من التسجيل حتى وبوسعادة لعبت هذا الشوط بعشرة لاعبين، ليعود الأمل إلى الديار بنقطة ثمينة فيما تتعقد أمور اتحاد الحراش أكثر فأكثر.